قبل ما نتكلم في بعض الأخبار اللي عندنا سريعة قبل ما نخش على جولة في الصحافة، هنتكلم على بعض الأخبار السريعة. نبدأ الخبر الأولاني، بنزيما بيتحدث عن مواجهة النادي الأهلي المرتقبة النهاردة. اتكلم النجم طبعا الفرنسي الكبير كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه اتحاد جدة قدام أوكلاند سيتي بكرة إن شاء الله في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية. بنزيما قال ردا على سؤال بخصوص النادي الأهلي، قال ان انا اتذكر اللقاء اللي يمكن واجهت فيه النادي الاهلي، كنت لاعب في ريال مدريد، كان لقاء صعب وانتصرنا في النهايه بصعوبه بنتيجه 5-3. اضاف كمان بنزيما، لست راضيا عما نقدمه في الدوري السعودي، لكن هذه كره القدم، رسالتي للمشجعين اننا سنبذل ما في وسعنا لتحقيق لقب كاس العالم للانديه. واتم لقائه وقال كاس العالم للانديه بطوله مختلفه، وهذه البطوله فيها فرق قوية، ونحن نعرف أننا نقدم على مستوى كبير وندخل البطولة بدعم المشجعين ونملك فريقا رائعا. ده كان يعني بنزيما وتعليقه على كاس العالم أو مباراته أمام النادي الأهلي. على الجانب آخر، زلتان إبراهيموفيتش طبعا بيعود للميلان. إبراهيموفيتش زي ما حضراتكم عارفين الأسطورة، أسطورة كرة القدم، بيعود للميلان. كمان النهاردة أعلن نادي ميلان عن عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، طبعا أسطورة الميلان، وللعمل في النادي بشكل رسمي. قالت المؤسسة المالكة للنادي في بيان رسمي أن إبراهيموفيتش سيعمل كمستشار للشركة ولإدارة ميلان في المجال الرياضي، وحيكون على اتصال وثيق بالمالك جيري، ده طبعا مالك الميلان. وحضراتكم عارفين إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله لكرة القدم في الصيف الماضي. إبراهيموفيتش قال عاقب بالعودة، قال حبي للنادي قوي دائما، لقد كنت أحلم بالعودة مرة أخرى، سأساعد ميلان ويعني في مجالات مختلفة في كرة القدم. وطبعا حضراتكم عارفين أن أشهر لعيبة كرة القدم الحقيقة في القرن 21 إبراهيموفيتش فاز تقريبا ب 34 لقب مع اياكس ويوفنتوس وانتر وبرشلونه والميلان والبي اس جي ومانشستر يونايتد، واخيرا كان في لوس انجلوس قبل يعني قدومه الى الميلان. على مدار مسيرته الاحترافيه إبراهيموفيتش سجل اكثر من 570 هدف، بما في ذلك اكثر من 500 هدف مع الانديه. طيب نروح لمانشستر. مانشستر يونايتد بيعرض صفقه تبادليه على برشلونه. يمكن المان يونايتد عايز صفقه تبادليه على او عرضها على اداره برشلونه في الميركاتو الشتوي من خلال انتقال الجناح الانجليزي طبعا سانشو. سانشو طبعا قال ان هو يعني دفعوا فيه فلوس كتير جدا جدا، في يعني في يمكن تكون صفقه تبادليه مع برشلونه مقابل توقيع الجناح البرازيلي رافينيا مع المان يونايتد. اشارت التقرير ان مانشستر يونايتد يدرك جيدا أنه لن يجد ناديا مستعدا لدفع 85 مليون يورو اللي استثمرها الحقيقة النادي في سانشو، لكن بيبحث مسؤول الشياطين الحمر عن التخلص من اللاعب عبر هذه الصفقة التبادلية. تنهاج المدير الفني للمان يونايتد وسانشو تبادلوا الاتهامات بشكل علني، ورفض اللاعب الاعتذار لمديره الفني، لذلك تم استبعاده من قبل تنهاج المدير الفني للمان يونايتد عن التدريب. وبتسعى الإدارة زي ما بقول لحضراتكم للتخلص من الجناح الإنجليزي في صفقة تبادلية مع رافينيا مع برشلونة.